حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم علوم الأولين، وكالعادة بنوسع الصدر حنا وياكم على سوالف وقصيد وعلوم غانمة وأمثال شعبية. بس هما خلوكم حولنا وعين منكم لا تغى، وسوالف حلقة اليوم ما راح تكون واجد، هي بس سالفة واحدة عن 100 سالفة. سالفة مرة كانت متزوجة وكانت حامل، وصار بيوم من الأيام بينها مشكلة مع زوجها، وكانوا أهل بادية وروحها. المشكلة هذه قامت تزيد يوم عن يوم، كل واحد فيهم عنده عزة نفس وما يبي يرضخ رغم المحبة والمودة اللي بينهم، لكن الشيطان لا منه حضر خرب كل شيء. اشتدت المشكلة وزادت وتفاقمت ألين جداك اليوم اللي وصلت حدها، ويشتد النقاش بينهم ويرتفع الصوت، وتقلن زوجها يزعل وهو اللي يضربها. يوم طاحت دمعتها وانصدمت وقامت تعبر، ما توقعت بيوم من الأيام وبالمودة والمحبة اللي بينهم والعشرة آخرتها يمد يده عليها. سكتت وراحت فراشها وهي ما غير التعب. يوم انها حست انه نام وهي اللي تلقط ذلولها وتطلع من المكان كله وتشد عنهم ومن مكان المكان وتبعد عنهم، لكن المرة كانت حامل والموضوع اشتد عليها وعلى وشك حمال، ويمكنها بعد مع هالمشكلة والضغط والممشى سبقت ولادتها. يوم انها ما عاد قدرت وتنزلها بهاك المكان، خلاص المرة تبي تولد وصارت عليها مخاطر بالولادة. أراد الله ان فيه رجال مار كان يدور له ذهيب، والذهيب هي النياق الضائعة تسمونها الأولين ذهيب. المراد انه شاف هاك الدلول وكنه يحس ان فيه جسم منسدح عندها، هو انها عبات هو انها مرة. استغرب الشيء هذا وبدأ يقرب ويقرب ويقرب ألين أنه وصلها وشاف المرة من سدحة بين الحياة والموت، ولينها قد ولدت وجنبها بنيتنا صغيرة وما غير تصيح وماتت ومشيمة. وهالرجال بلش بشيمة بنيت ما تجاوز عمرها يوم، وش بيسوي بها وراحمها وامها حملت همانة. المراد انه صلى عليها ودفنها دفنا على ما قال سيفنت سيف الحال، وخذ شيمة وجاك معود. طبعا ربعه وهله وجماعته بعيدين، وهالصغيرة يبيلها حليب ومن اول لا هنا حليب في البقالة ولا هنا شيء، ما لهم اللي يدورون مره توها والدة كود انها ترضع هالصغيرة. واول فريز او اول عرب يمرون عليه ويوقف عندهم، وأول بيت يتلفاه ينجدح عنها